عارضة كل الآراء يعني، إن هو مجرد عادة يعني ولا تلتزم يعني، مش مطلوب من المرأة المسلمة غير الاحتشام فقط. ليها كتاب تاني برضو اسمه بكل الحب محمد ليس شاعرا، فيه إثباتات نبوة سيدنا محمد من التوراة والإنجيل. الكتاب التالت عن التراث البخاري وابن تيمية، اسمه أين أنتم أيها المجددون الجبناء. برضو بيطرح نفس وجهة نظر الشيخ محمد عبد الله، بس مش عارفة أقول إيه تاني. أتشرف باسم حضرتك؟ صوفيا. أستاذة صوفيا، أنا عايز أعرف أنت إيه مفهوم حضرتك للتنوير بالظبط؟ يعني نعمل إيه علشان يبقى مصر فيها تنوير؟ أول حاجة طبعاً هو الكل بيقول تجديد الخطاب الديني، بس أنا شايفة هو تجديد الفكر الديني نفسه. يعني كتب التراث زي ما أنت عارف فيها مشاكل كتير قوي، ونسب الإلحاد العالية جداً جداً للأسف. كل معظم مشايخ السعودية والأزهر مش عارفة ليه غير قادرين يعني نسبة الإلحاد العالية دي، وهم عارفين الحل في إيديهم. يعني عارفين إن الكتب دي مجرد إنهم أشخاص كتبوا حاجات بعد الرسول ب200 سنة، مش داعي أبدا تقديس أشخاص ما قبلوش أصلا الرسول يعني. طب ليه بقى بنلوم على الأديان السابقة إن هم كتبهم اتكتبت بعديهم؟ طب ما إحنا بنعمل نفس الموضوع. وبقى دلوقتي الشيخ حسن طلع، محمد حسن، بيقول إن الأحاديث تلغي القرآن، بتنسخ القرآن قالها بسنة الأهل يعني. تفتكر حضرتك نسبة الإلحاد بتزيد ولا بتنقص في الوطن العربي وفي مصر تحديدا؟ بقالنا سنتين بتزيد طبعا. تفتكري مصر فيها كم ملحد؟ هي طبعا ما بيعلنوش، لأن هم معظمهم حتى على الفيسبوك أسامي مستعارة، لأنهم بيخافوا. تمام. بيخافوا تحت إيه؟ تحت بند برضه كتب التراث، اللي هو حد الردة اللي هو مش موجود في الإسلام أصلا. طب ايه الاجراء اللي لو بدانا بيه النهارده يبقى احنا كده ابتدينا فعلا اولى خطوات التنوير في مصر؟ نوقف سير الالحاد. ايه؟ اول خطوه توقف سير الالحاد. اه. نولع في معظم كتب التراث طبعا. مش كلها بس. في احاديث كتير عايزه تحل. يعني احاديث الضياع الكبير، احاديث السبي والتحض على السبي، لسه الشيخ صلاح صالح طلع متشجع على السبي. شيخ وهابيه بيشجعوا على يعني، في شيخ اسمه ابو صالح شيخ سعودي معروف وحاليا موجود، شيخ كبير بيقول من ينكر السبي فهو ملحد. يعني هما بيشجعوا على ايه؟ انا مش عارفه. يعني السبي ده انتهى، والعبوديه انتهت سنه 1930 تقريبا بقوانين عالميه. كتب التراث معروف كمان، معظم اللي كتبوها كانوا بيجملوا ساستهم. عارف الدولة الأموية والدولة العباسية، كل خليفة معاه سن من الدوائر، ما كانش ينفع إن دوت يقف. تمام، ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا.